السلام عليكم. لقاء رئاسي أممي في عدن، هذا ما تقوله تفاصيل زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية إلى العاصمة المؤقتة، وما تخللها من مباحثات مع السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس ورئيس الحكومة. وبحسب الوكالة الرسمية، فقد أكد الرئيس هادي على العملية السياسية والتحولات التي تمت في البلد على أساس التوافق وكيف تم الانقلاب عليها، وكذلك مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها بلادنا على المستويات كافة، ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية. المعاناة الإنسانية ومضاعفاتها كانت من ضمن المباحثات والنقاشات، وخصوصا المأساة الإنسانية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين من خلال الممارسات اللا إنسانية لسلوك العصابات، وهي التي زجت في غياهب السجون والمعتقلات آلاف الأبرياء الذين يرفضون ممارساتهم، فضلا عن السجناء السياسيين والإعلاميين والأساتذة والأطباء وغيرهم من شرائح المجتمع. حد قوله، متابعون يرون أن وصول أوبراين إلى عدن من الضروري أن يتحول إلى خطوة هامة على طريق تصحيح عمل المنظمات والوكالات الدولية العاملة في الحقل الإنساني اليمني. من الواضح أن حجم الخلل في العمل الإنساني يتسع كل يوم، خصوصا أن تركز إدارته في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب ضاعفت المأساة الإنسانية في بلادنا، وتم استغلاله سياسيا بما يتنافى مع القيم الأممية. فهل تكون زيارة أوبراين الأخيرة مدخلا لتصحيح اختلالات العمل الإنساني؟ هذا ما سنناقشه مشاهدينا الكرام في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين. أهلا بك معنا أستاذ ياسين. قبل أن نبدأ حوارنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أخيرا حطت طائرة ستيفن أوبراين جناحها في مطار عدن الدولي، ودارت عجلات السيارة التي تحمله في شوارع المدينة التي وصل إليها للمرة الثانية بعد الانقلاب والاجتياح، حينما كانت عدن مسرحا لجرائم تحالف الحوثي وصالح الذي انطلق من أقصى البلاد إلى أطراف السواحل. ويأتي وصول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى عدن للاطلاع على الأوضاع الإنسانية، كما هي الأخبار المتداولة عن طبيعة الزيارة التي استهلها بلقاء رسمي للرئيس هادي ورئيس الحكومة. وبحسب متابعين، فأن هناك نقاطا مهمة يجب أن تبحثها الحكومة، منها التشديد على نقل الوكالات إلى العاصمة عدن على أن تكون العاصمة المؤقتة منطلقا للعمل الإنساني وتحت مظلة الدول باعتبارها المعني الأول بالحالة الإنسانية في البلاد، ومنها أيضا مناقشة عمل الوكالة الأممية في ظل وجود مشرفين حوثيين على كل الأنشطة والميزانيات، وتحديد الميليشيات لمناطق عمل الوكالات، والتماهي الكامل من الوكالات والمنظمات الدولية مع الميليشيات رغم تناقض ذلك مع الاتفاقيات والقيم الأممية. العيون تتجه إلى الخطوة المنتظرة لأوبراين، والتي من المفترض فيها زيارة تعز التي تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة، وتفرض ميليشيا الحوثي والمخلوع عليها حصارا من جميع المنافذ الرئيسية. تعز التي تعيش هذه الأيام تهجيرا واسعا في الريف الغربي وتحديدا في بلاد الوافي، حيث نقلت عدسات الإعلام صور النساء والأطفال المهجرين في الطرقات والسهل بين مشقة السفر ومكابدة النزوح. زيارة أوبراين التي من المرجح أن تستمر لأسبوعين تضع العديد من علامات الاستفهام عن طبيعة التحول في تعامل وكيل الأمم المتحدة مع السلطة الشرعية، وهل يمثل هذا التعامل تكتيكا مرحليا أم تحولا جذريا في مواقف المنظمة الدولية ووكالاتها تماشيا مع التحول في سياسة القوى الدولية؟ مشاهدينا الكرام، إذا نناقش هذه الحلقة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسين. لو بدأنا نتحدث عن هذه الزيارة، هي تعد الثانية منذ الانقلاب، ما الذي تشكله من أهمية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه زيارة ثانية لعدن طبعا. نعم لا. لكن المنسق أو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة زار صنعاء أكثر من مرة، وتأسيسا على زياراته تلك رفع العديد من التقارير التي كرست فكرة أن الحرب في اليمن هي تلك الحرب التي يشنها التحالف العربي على اليمن، وليست الحرب التي يشنها الانقلابيون على اليمن، وليس الانقلاب هو الذي تسبب في كل الجرائم والخراب والتشريد والتهجير والتفجير الذي يتم في اليمن. لهذا بقي الوعي العام على المستوى العالمي منشد إلى هذه التقارير، وبقيت
وجهة نظر المنسقية الدولية لشؤون اللاجئين هي المهيمنة على معظم التحركات الأممية وتقدير المجتمع الدولي لما يحدث في اليمن. أنا أعتقد أن الوكالات الدولية واجهت ضربات موجعة لليمنيين وأحبطتهم وخيبت آمالهم إزاء دور الأمم المتحدة المفترض في إزاء يعني في فيما يتعلق بجرائم الانقلاب التي حدثت وما ترتب عليها من حروب أهلية واسعة النطاق في اليمن. طبعا الذي شن هذه الحروب هم الحوثيون. عندما تدخل التحالف العربي اشتغلت هذه المنظمات على هذا التدخل وبدأت تتحدث عن الهوامش أو هوامش الخطأ بالنسبة للطيران، وبدأت تكرس فكرة أن الضحايا الذين يسقطون نتيجة غارات الطيران. لا شك أن هناك ضحايا لهذه الغارات، لكن هذه الطائرات ما جاءت لتقتل المدنيين، هي جاءت لتضع حد لجريمة حقيقية تعصف باليمنيين وتهينهم وعطلت مسار الحياة لديهم وأفشلت عملية الانتقال السياسي وأدخلت البلد في فوضى عارمة يعني لا حدود لها ودفع ثمنها الشعب اليمني. كان لابد من تصحيح هذه المعلومات الخاطئة التي تورطت فيها الوكالات الدولية وبالذات الوكالات المعنية بحقوق الإنسان وبالشأن الإنساني وبالإغاثة. ستيفن براون كانت مداخلاته في مجلس الأمن الدولي هي التي تساهم إلى حد كبير في توجيه مسار تقييم المجتمع الدولي لطبيعة ما يحدث، ولهذا ظل التفكير في احتواء الوضع الإنساني في اليمن مقدم على فكرة البحث في أسباب ما يحدث في اليمن وهو الانقلاب. اليوم أيضا لدينا مشكلة في نهاية الأمر أستاذ ياسين، يعني لنكون يعني الوضع الإنساني سواء كان في صنعاء أو في عدن لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، لكن الإشكالية كانت أنه يعني النظر بعين واحدة لمعاناة أو لجهة معينة والتغافل عن المعاناة الأخرى. يعني الكثير يتساءل ماذا عن عدن، ماذا عن تعز، ماذا عن المناطق التي يعني لا نقول عدن الآن محررة لكن تعز ما زالت كثير من المدن تقع تحت يعني قصف الحوثي ألا مبرر. بالتأكيد كل الضحايا الذين ذهبوا نتيجة هذه الحرب سواء بسبب عدوان الحوثيين والمخلوع صالح وقواته المتمردة أو نتيجة أخطاء الطيران نحن نتعاطف معهم بشكل كامل، لا تمييز فيما يتعلق بضحايا الحرب. نعم. سواء كانوا في مناطق سيطرة الحوثيين والمخلوع صالح أو في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الشرعية، لكن المشكلة في أنه كيف يعني قلب مسار الأحداث. يعني كان اليمنيون يتطلعون إلى حلول جذرية لمشكلتهم، وهذه الحلول تكمن في تنفيذ على الأقل القرار 2116، لكن التقارير اللي كانت ترفع عبر المنسق الشؤون الإنسانية وخصوصا المنسق الحالي للشؤون الإنسانية في صنعاء أصبح إنسان غير مرغوب فيه وغير موثوق فيه ولا في نزاهته، خصوصا بلغ به الحد إلى درجة أنه يستضيف يعني مثلا زي أندرو ميتشيل النائب البريطاني الذي زار صنعاء وزار صعدة ثم كتب كلاما امتدح فيه الحوثيين وقال أنهم يفرضون سلطة مستقرة في صنعاء وانتقد التحالف وانتقد السلطة الشرعية. كان كل ما قاله هذا النائب البريطاني نتيجة زيارة لليمن تمت برعاية وتمويل واستضافة منسق الشؤون الإنسانية في صنعاء. هذا يعني أن منسق الشؤون الإنسانية الذي يتبع مباشرة وكيل الأمين العام غير نزيه وغير جدير بأن يبقى على رأس المكتب مكتب الشؤون الإنسانية في صنعاء، لقد ضرب مصداقية الأمم المتحدة في صميم. لذا يعني كل الناس يتطلعون الآن إلى أن تسهم هذه الزيارة، وهي في حقيقة الأمر تشكل منعطف مهم جدا في مسار في المسار الأممي وفي موقف الأمم المتحدة تجاه اليمن. اليوم المطلوب من الوكيل العام الأمين العام للأمم المتحدة أن يستثمر زيارته لعدن وأن يكون حريص جدا على زيارة محافظة تعز، لأن زيارة محافظة تعز سترتب عليه أشياء كثيرة بما فيها تقييم مدى مصداقية ونزاهة الأمم المتحدة حيال ما يجري في اليمن. لكن أيضا الأمر لا يتعلق فقط بالمسؤول الدولي وإنما بالحكومة ابتداء من الرئيس وانتهاء بمحافظة تعز. على الجميع أن يستثمروا زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى محافظة تعز لإبراز حجم المعاناة الإنسانية. مسار الوكيل يجب أن يكون يعني محدد بشكل واضح، يجب أن يكون المكان نفسه الذي شهد الحروب والمواجهات والذي
عانى فيه أبناء محافظة تعز أشد المعاناة، ويجب أن يصل قدر الإمكان إذا استطاع أن يصل إلى المناطق التي تعرضت لحصار شامل في بلاد الوافي. فهذا المسؤول الأممي عليه أن يتحرر من عقدة أن هذه المناطق غير آمنة، لأن الذي حدث أن تقييم العام وهذه مسؤولية يعني على عاتق الحكومة يعني. نعم هي مسؤولية على عاتق الحكومة، لكن على الأمم المتحدة أن تظهر أيضا قدر من الالتزام، لأن التقييم السائد في السابق كان هو أن المسؤولين الأمميين أو المبعوثين الأمميين بإمكانهم أن يتنقلوا في منطقة سلطة الأمر الواقع بأمن أكثر فيما لو كانوا في مناطق أخرى. هذا الأمر يجب أن ينتهي. نعم. إذن دعنا يعني انضم معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان من عدن. مساء الخير دكتور محمد. النور أختي العزيزة، يا مرحبا. أهلا بك دكتور محمد. يعني لقاء رئاسي وحكومي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، برأيك كيف يمكن أن يؤثر هذا اللقاء على مسار الأحداث خاصة في مجال حقوق الإنسان؟ في الحقيقة أختي العزيزة، هذه الزيارة فيها جدا للمسؤول الأممي يمثل الشخص الثاني في المنظمة الدولية منظمة الأمم المتحدة، هو وكيل الأمين العام مستر ستيفن أوبراين. هذا في تقديري يعطي عدة رسائل للداخل والخارج، يعطي رسائل. الرسالة الأولى أن العاصمة المؤقتة عدن هي مدينة آمنة، وكما يعني أبلغنا من قبل فريق الأمم المتحدة أن تم إزالة صفة الإخفاء عن مدينة عدن، وبالتالي سيكون هناك موظفين دوليين في المستوى مقيمين بشكل دائم في العاصمة المؤقتة. الرسالة الثانية وهو ما أراد السيد وكيل الأمم المتحدة هو أن يرى بأم عينيه على أرض الواقع، واليوم عفوا نزل إلى الشوارع في عدن و يعني زار كثير من المواقع الحيوية من المناطق التي دمرت بسبب الميليشيات الانقلابية في حربها البربرية والمجنونة في العام الماضي في عدن. قدمت هذه يعني هذه الزيارة الحكومة الشرعية كما يعني أكد لنا الوكيل يعني انهم مطلعون عن كثب عن دورها الحيوي في استقرار الاوضاع، في تثبيت الامن، في تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف المحافظات الجمهوريه. فقامت رئيس الجمهوريه تحدث طويلا وشرح معاناه اليمنيين من اقصى اليمن الى اقصاه، وتحدث انه مسؤول امام الله وامام الشعب اليمني، وبالتالي لا يمكن ان ينجر الى ان يقوم باجراءات كما يقوم بها الانقلابيون. ومن الاشياء اللافته ان فخامه الرئيس تحدث ان العاصمه صنعاء هي حاليا تحت مرمى نيران الشرعيه، ولكنه منع ضرب المناطق العسكريه في صنعاء بسبب وجود المدنيين، بينما العكس صحيح، يقومون بتعز بضرب المدنيين ومحاصره المدينه لاكثر من سنه ونصف، وضرب المدنيين النساء والاطفال بمختلف انواع الاسلحه. أعتقد كانت يعني زيارة هامة للغاية، اطلع على مستوى الدمار الذي حصل، وهي تعتبر الزيارة الثانية لمدينة عدن بعد الحرب التي قام بها الميليشيات الحوثي والصالح. إذن كانت أعتقد على كافة المستويات مهمة للغاية هذه. نعم دكتور محمد، يعني حسب ما تناولته الأخبار أنه سيبقى تقريبا لمدة أسبوعين، هل تم رسم مسار محدد لبقاء الوكيل العام؟ لا، هو بحسب المعلومات اللي أبلغنا لن يبقى أسبوعين، سيبقى فترة قليلة للغاية. كان يعني مرتب إلى أن يزور محافظة تعز، لكن أعتقد أن هناك بعض الجوانب ممكن يعني منعت من هذه الزيارة، واحتمال أن يتم يعني ترتيب ما بالنسبة لتعز من خلال المحافظة التي يبذل دور في إيصال معاناة المدنيين. يعني لن يذهب لزيارة تعز؟ أعتقد حتى الآن لم يتم تأكيدها بشكل جدي كما جاء في البرنامج الأول. أعتقد يمكن يتم إعادة النظر في بعض يعني تفاصيل الزيارة،
لكن هي بشكل عام هو جاء يتلمس الوضع الإنساني في اليمن من أجل حشد الدعم اللازم في الدين القادم للمؤتمر المانحين لليمن، مؤتمر المانحين الوضع الإنساني يعني. وأعتقد أن هذه الزيارة من المهم أن يصل كافة النشطاء والمجتمع المدني من خلال التنسيق مع الأخ المحافظ ومن خلال التنسيق معه سيتم إيصال كافة التقارير وكافة المعاناة. نحن في وزارة الإنسان قدمنا ملف متكامل للتقارير ببيانات دقيقة، تحدثنا يعني ملف كامل عن بلاد الوافي التي تم تهجير سكانها في محافظة سايس، وشرحنا كثير من القضايا بضحايا الأهزام وتجنيد الأطفال وغيرها في تقرير متكامل شلم للأخ وكيل أمم المتحدة. يعني تم طرح أكثر من ملف إنساني، كيف كانت ردة فعل للحديث عن هذه الملفات الإنسانية، خاصة يعني وأنتم تتحدثون عن ملفات شديدة القسوة قادمة من تعز، هناك تهجير، هناك نزوح، هناك قصف متتالي؟ في الواقع أنه فخامة الرئيس ورئيس الوزراء طرحوا النقاط والحروف ولم يطلبوا منه يعني برسالة واضحة أكثر من العدالة في نقل الحقائق على أرض الواقع. فخامة الرئيس تحدث عن مشكلات اليمن ما قبل 2011 وما بعد 2011 وتجربة الحوار الوطني، أين انتهى وكان فكرة يعني منع حمل يعني منع السلاح وتحاور اليمنيين بدون سلاح لأول مرة، وصلوا المخرجات، لكن للأسف هناك طرف يريد أن 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 يدمر هذا المنجز الكبير المتمثل في الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار، واستعمل السلاح، وأن مسألة الحرب كانت هي يعني مسألة ضرورة بالنسبة للقيادة السياسية لجأت إليها بعد أن تم يعني السيطرة على الصحبة في الصناعة والمؤسسات، وللأسف أعتقد رئيس الجمهورية والحكومة حينها. قدم فخامة الرئيس رسالة أعتقد واضحة وشاملة، وطرح أيضا من قبل دولة رئيس الوزراء مسألة أهمية الضغط من الأمم المتحدة على الإنقلابيين لانسياب الإرادات العامة. تعلمين أختي العزيزة أن تقريبا من يعني خلال أكثر من 12 شهر قامت الحكومة في المناطق التي مسيطر عليها ب توقيت كافة الإيرادات العامة من ضرائب وجمارك في كافة المنافذ البلدية والبحرية إلى البنك المركزي في صنعاء، بينما يعني حتى الآن تقوم الحكومة بإرسال المرتبات للموظفين في صعدة وفي صنعاء وفي أمانة العاصمة في كافة المحافظات ستأتي لاحقا إن شاء الله، لكنهم الآن يتم الاستيلاء على الإيرادات العامة في المناطق التي يسيطرون عليها ويمنعون تدفقها إلى البنك المركزي من أجل تغطية المرتبات، وهذه مسألة تطلب تدخل دولي وضغط على هذه الميليشيات. نعم، إذا دكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، لو تحدثنا عن دلالة التوقيت، هناك من يرى أنه على صعيد المتغيرات الدولية جاء لقاء أوبراين بالسلطة الشرعية ربما بناء على تحول جديد في مسار المنطقة، هل تتفق مع ذلك؟ نعم، أتفق مع هذه المقولة، لكن دعيني أعلق على ما قاله نائب وزير الحقوق الإنسان. أنا شعرت بالإحباط الآن لأن جزء مهم من مهمة الوكيل العام للأمم المتحدة أو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ربما لن تتحقق، وهي زيارة محافظة تعز. هناك أسئلة كثيرة تثار حول عدم إمكانية زيارة تعز، لماذا بالتحديد؟ لماذا لم تستطع السلطة الشرعية أن تقنع ستيفن براين بأن يزور محافظة تعز؟ ورقة محافظة تعز ورقة قوية، يعني لا يجب أن يكتفي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بمحاججة ستيفن أوبراين بأن الحكومة أصبحت تدفع مرتبات الذين يقاتلونها في صعدة لكي يعني تحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك من ستيفن أوبراين. هناك مشكلة حقيقية يجب أن تستثمرها الحكومة، ليس من أجل تعز، إذا كان هؤلاء أو هذه العقليات التي تحكم في الشرعية لم تستوعب أن تعز جزء من اليمن، وإذا كان هؤلاء لا زالت الرواسب الحقد باتجاه تعز لا زالت في نفوسهم، فيجب أن يفهموا بأن تعز على الأقل يجب أن يستخدموها كورقة في مواجهة الإنقلابيين، هذا إذا كانوا ينظرون للإنقلابيين على أنهم إنقلابيين.
أنا أشعر قبل أن أتحدث بإحباط شديد، لأن الوكيل والأرفع مسؤول دولي يزور اليمن لن يتمكن من زيارة محافظة تعز. إذا لم تتوفر إمكانية لزيارة محافظة تعز، إذن ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة؟ هل تستطيع ملف محدد أن يقدم المأساة كما هي على أرض الواقع؟ إذا كان هناك ملف حول بلد الوافي كما يقول نائب وزير حقوق الإنسان، هل هذا يكفي لكي يقتنع ستيفن براين أو وكيل أمين عام المتحدة بأن فعلا هناك مأساة حقيقية؟ هذا الرجل لو ذهب إلى الملاجئ هناك وإلى المدارس التي تجمع فيها الناس والتقى بالناس واطلع على معاناتهم، نعم، ربما سيكون موقفه أقوى بكثير. صحيح. وأكثر منطقية وأكثر حجة عندما يقدم تقريره إلى نعم. مجلس الأمن. يعني لكن طبقا للمثل ليس من سمع كمن رأى، تحييد محافظة تعز هذه كارثة وغير مقبولة، وهذا الظلم مركب على تعز، لا يريد لتعز أن تتحرر، ولا يعني هناك معارك ولا تتم نقل معاناتها وهناك معارك تتم في الساحل الغربي لمحافظة تعز دون مشاركة أبناء تعز، وهناك إمعان في إهانة هذه المحافظة، وهذا أمر غير مقبول. حتى هذه يعني يجب أن تتوقف السلطة الشرعية، ويجب أن يتوقف التحالف عن هذا السلوك المشين. إذن يعني هذا التطور سيء جدا في مسار الزيارة، زيارة ستيفن أوبراين، لكن زيارته لعدن تعتبر زيارة مهمة للغاية، وأعتقد أنه يعكس المناخ الدولي الآن تجاه اليمن وتجاه المنطقة بشكل عام. يعني مثلا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صدر بدون شوشرة، بدون ضجة، بدون نقاشات حوله من قبل أعضاء مجلس الأمن، يعني صدر بكل هدوء، وهذا يدل على أن هناك تحول حقيقي تجاه اليمن. نعم، سنأتي لهذه النقطة أستاذ ياسين. يعني قبل ذلك، يعني أنت أشرت في كتابة لك أن الزيارة قد تحمل تحول جذري في مسلك المنظمة الأممية وكذلك الوكالات التابعة لها، حدثنا عن هذه النقطة. يعني طالما وهناك زيارة طويلة، هذا يعني أولا أنه هناك إقرار بأن مدينة عدن أصبحت مدينة مستقرة نوعا ما. لا. ثانيا، تقييم الأوضاع في اليمن لا يجب أن يتم من خلال المنطقة التي يسيطر عليها الانقلابيون وفق الأجندة التي تخدم الانقلابيين، وهذا هو التحول الذي عانيته أنا. يعني اليوم على الأمم المتحدة والوكالة التابعة لها، وخصوصا منسقية الشؤون الإنسانية ومنظمة حقوق الإنسان وبرنامج الغذاء العالمي وأيضا اليونيسف، عليهم أن يدركوا بأن تقاريرهم ستكون منصفة وموضوعية إذا ما كانت شاملة، وإذا ما بدأوا بالعمل جنبا إلى جنب مع الدولة التي تمثل المجتمع اليمني ومع الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي. التقارير التي ترفع تحت وصاية المشرفين الحوثيين وتحت وصاية السلطة الأمر الواقع الإنقلابية التي ليس في أدائها أي بعد إنساني يذكر، أعتقد أنها لن تكون نزيهة ولن تكون منصفة. إذا عندما يختار ستيفن براون أو براين زيارة عدن، فهذا يعني أن هناك تحول اليوم يتسق تماما مع ما مجمل التغير الذي طرأ على الموقف الدولي تجاه اليمن والمنطقة. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ ياسين أنت أستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني على من يعني تحمل مسؤولية عدم زيارة تعز؟ هل على الوكيل العام الذي كان يفترض أن يكون خط مساره واضح من البداية، أم على الحكومة التي لم تستطع أن تضغط على هذه النقطة؟ الحكومة تتحمل جزء كبير من المسؤولية. يعني لا شك أن هناك مخاوف من جانب، يعني ربما هناك نصائح أمنية تلقاها المسؤول الأممي، لكن معروف أن المسؤول الأممي عندما يقرر زيارة مكان، يعني منطقة فيها صراع، على الأطراف أن تخطر يعني بمسار تحرك المسؤول الأممي، وتكون هذه الزيارة بتوافق جميع الأطراف. وهنا سيتضح ما إذا كان الإنقلابيون فعلا جادون في تسهيل مهمة الأمم المتحدة أم لا. لكن هناك خط ومسار آمن بالنسبة للمسؤول الدولي إذا أراد الوصول إلى تعز، بإمكانه أن يتحرك من عدن عبر الخط الساحلي، ثم عبر الصبيحة إلى طور الباحة إلى التربة إلى ويدخل تعز عن طريق الضباب. بإمكانه أن يسلك هذا الطريق ويمشي بسيارات مدرعة ومخفر
وفي نفس الوقت يكون في هناك إخطار واضح للجانب الانقلابي إذا فكر بعمل شيء. زيارة كهذه مهمة جدا، يستطيع أيضا القيام بزيارة حتى بمروحية، خصوصا يعني منطقة بلاد الوافي على سبيل المثال أو مدينة تعز، يستطيع زيارة هذه المناطق بمروحية ويصل ولن يحدث شيء. يعني نعتقد أن الإنقلابيين ليس لديهم سلاح يستطيع التعامل مع الطيران في هذه المرحلة، خصوصا إذا استطاع التحالف أن يوفر تغطية لزيارة المبعوث الأممي بطائرات مسلحة ويصل المبعوث الأممي، لأن جزء من معركتنا هي ليست فقط المواجهة المسلحة مع الإنقلابيين، وإنما المواجهة الإنسانية، المواجهة على الساحة الإنسانية، هذه المواجهة التي أضرت كثير بالتحالف العربي في المحافل الدولية. يعني عندما يتم تفويت فرصة كهذه أعتقد أنه سوء يعني قصر في النظر وسوء تقدير وعدم اكتراث. لهذا أنا أقول أنه ربما يكون هذا جزء من نظرة سوداوية أو موقف مسبق تجاه محافظة تعز، لا أدري لماذا تحديدا تجاه محافظة تعز، هذه الكترة البشرية الهائلة التي وقفت دائما ضد خيارات يعني مع الخيارات الشعب اليمني الوطنية، ساندت الثورة في الماضي وفي الحاضر، هل هي تدفع ثمن مواقفها الوطنية هذه؟ لا أدري. هناك لا شك طبعا أن حتى جزء من السلطة الشرعية لا ترغب حتى في التفكير بتعز، أيضا هناك أطراف في التحالف أيضا يتبنون موقفا عدائيا وربما غير ودي تجاه محافظة تعز. لهذا هذه جملة هذه العوامل ابتداء من العامل الأمني وانتهاء بتقصير في الجانب الحكومي، المواقف غير النزيهة لبعض الأطراف، كل هذه عوامل ربما ساعدت في عدم تمكين المسؤول الأممي الكبير من زيارة محافظة تعز. مع أن سبق لمسؤولين دوليين وأن زاروا مدينة تعز المحاصرة، يعني فزاروا المدينة وطلعوا على الأوضاع فيها ثم عادوا، يعني وكان فيه هناك التزام من جميع الأطراف. فعندما يتعلق الأمر بمسؤول كبير كهذا أعتقد أن هذا فشل، يمكن ففشل ذريع من جانب الحكومة. نعم. إذن تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة ريم رندا، مسؤول إعلامي في برنامج الغذاء العالمي من القاهرة. مساء الخير أستاذة ريم. مساء الخير، أهلا بك معنا. أستاذة، لو تحدثنا يعني عن الشأن الإنساني ومدى الحاجة الإنسانية في اليمن، كيف تحدثين عنها؟ طبعا كما نتحدث دائما الحاجات الإنسانية في اليمن متزايدة وفي تزايد. كان هناك أمل أن تنحصر الاحتياجات الماسة لعدد كبير من اليمنيين، خاصة الاحتياجات الغذائية، ولكن كما هو الحال الآن هناك تقرير صدر منذ أسبوعين تقريبا، صدرت نتائجه الأولية، يتحدث عن أن 17 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات غذائية، وهو بزيادة حوالي 3 مليون يمنية عن الصيف الماضي. طبعا هذه مؤشرات تنذر يعني بكارثة إنسانية إذا لم يتم التعامل مع هذه الاحتياجات الإنسانية الماسة. برنامج الأغذية العالمي يعطي الأولوية لسبعة ملايين يمني، هم الأشخاص الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وبالتالي مهددون بالوقوع في يعني براثن الجوع، وأيضا هم في مناطق تقترب من حافة المجاعة كما يعني نتحدث الآن وتحدث كثيرون. الاحتياجات في اليمن كبيرة جدا، بالنسبة للأمم المتحدة أطلقت نداء في أول هذا الشهر بـ2 مليار دولار أمريكي أو أكثر قليلا، نصيب برنامج الأغذية العالمي منه 950 مليون دولار أمريكي، وهي الحاجات الغذائية. فنرى أن الحاجات الغذائية هي لها نصيب الأسد يعني في الاحتياجات في اليمن. نعم. المشكلة أستاذ ريم يعني الظاهرة أن هناك بعض المناطق لم تصل إليها هذه المساعدات، إما أن يتم توقيفها وتصريفها عن طريق يعني سلطة الأمر الواقع الحوثيين، أو الخوف أيضا من أنها مناطق غير آمنة يمكن المجازفة بالذهاب إليها، كيف تتصرفون حيال ذلك؟ ربما هذه المناطق هي التي تزيد من هذه النسبة سنويا.
عن أي مناطق تتحدثين تحديدا؟ يعني مثلا مناطق في تعز، مناطق محاصرة لم تصل إليها أي مساعدة حتى الآن، هناك مناطق أيضا هجر أهاليها، مناطق أيضا في المواجهات في المخا والحديدة. نعم، هو المواجهات في المخا والحديدة هي يعني تطورات مؤخرة يعني، ولكن بالنسبة للمناطق التي كان يصعب الوصول إليها أو التي يصعب الوصول إليها في تعز، فبرنامج الأغذية العالمي يصل إلى المناطق في تعز عن طريق شركاء في هذه المناطق، شركائنا المحليين، عن طريق شركائنا المحليين تمكننا من الوصول إلى القاهرة والمظفر، وهي من المناطق التي يعني كان من الصعب الوصول إليها. نعم هناك صعوبات، هناك صعوبات في تسيير الشاحنات، ولكن يتم التغلب عليها بصعوبة نعم، وهو ما يناشده برنامج الأغذية العالمي لكل الأطراف المتصارعة، هي تغليب مصلحة المدنيين الذين يعانون من هذا الصراع أولاً. نعم، لو تحدثنا عن النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة في العام الماضي، كانت تغطية الاحتياجات قرابة 60% كما ورد في التقرير، هذا العام كانت عفوا كم؟ 60% حسب ما ورد في التقرير قام بتغطية. نعم، بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، دعيني أتحدث عن احتياجات البرنامج. نعم. فالبرنامج كما ذكرت يحتاج إلى حوالي ما يقارب مليار دولار حتى نهاية العام. فقط لنهاية شهر يوليو يحتاج برنامج الأغذية العالمي 450 مليون دولار. هذه احتياجات آنية. نعم، عفوا، يعني حتى يعني أخذ منك معلومات وافية، يعني لسبعة ملايين الذين حدثتهم في بداية حديثك. نعم يحتاج البرنامج إلى 450 مليون دولار حتى يتمكن من توفير حصة غذائية كاملة إلى السبعة ملايين. فدعيني أذكر أن برنامج الأغذية العالمي بسبب نقص التمويل لا يستطيع توفير حصة غذائية كاملة، فنحن نوفر حوالي ثلث الحصة الغذائية حتى نتمكن من تغطية السبعة ملايين شخص. نعم، كيف يمكن التغلب على هذه النقطة أستاذة ريم؟ يعني الاحتياجات ليست كاملة بالنسبة لكم، هناك أيضا الأرقام تتزايد، كيف يمكن أن يعني يتم التوازن؟ ثلث حصة يعني في نهاية الأمر أيضا لن تغني شيئا. هو يتم التغلب على هذا الأمر بأن تهب كل الدول إلى مساعدة اليمن، الدول المانحة، ولكن يجب أن أذكر أن الدول المانحة لم تكن أكثر كرما كما هي الآن، ولكن الاحتياجات المتصاعدة في المنطقة خاصة في إفريقيا وفي الشرق الأوسط هي أثرت كثيرا على الموارد المحدودة، يعني برغم كرم الدول المانحة ولكن هذا لا يوفر الاحتياجات. نحن نتحدث في أفريقيا وفي اليمن عن حوالي 20 مليون شخص يحتاجون إلى الغذاء، يقتربون من المجاعة. فهذا رقم ليس بالسهل أبدا، ولم يكن أبدا في تاريخ برنامج الأغذية العالمي أن يكون هناك أربعة مناطق مهددة بالاقتراب من المجاعة، منهم بلد تم إعلان المجاعة في بعض المناطق بالفعل وهو جنوب السودان. نعم، إذا شكرا جزيلا لك ريم رندا، مسؤول الإعلام في برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك أستاذ ياسين، كيف تعقب على حديث الأستاذ ريم؟ يعني البرنامج بنفسه احتياجاته ليست كاملة حتى يغطي فقط 7 ملايين من أصل 17 مليون، واعتمدنا على تقرير الذي صدر عن 17 مليون، هو يتحدث أيضا عن 12 مليون مهددون بالمجاعة. البرنامج الغذاء العالمي لسبعة ملايين فقط، يعني هناك 5 ملايين أيضا لم يغطوهم بالاحتياجات. هناك مبالغة في الأرقام وفي تقدير الأمم المتحدة، أعتقد أن الأمم المتحدة يعني أصبح دورها الآن يقتصر على المؤشرات والأرقام.
هي تحدثت في البداية عن 600 مليون دولار احتياجات برنامج الغذاء العالمي من إجمالي 2 مليار ونصف اللي طلبتهم الأمم المتحدة. حصتهم 950. حصتهم 950. نعم دولار. 950 مليون دولار هذه تكفي للشعب اليمني بالكامل، يعني احتياجاتهم من السلع الأساسية المعتادة بالنسبة للشعب اليمني. ماذا يريد الشعب اليمني؟ يريد قمح ورز سكر ودقيق وسكر وزيت، هذا ما يريد الشعب اليمني. هذه المبالغ الضخمة لو توفرت للحكومة مباشرة أو لمستوردين مباشرة لمتعهدي استيراد لغطوا احتياجات السوق اليمنية بالكامل. ما القيمة أن يتغطى السوق ولا يجد المواطن بما يشتري يعني؟ لا لا، هذه في نهاية المطاف مساعدات. نعم، المستورد مثلا لن يقدمها كمساعدة. لا لا، أقصد يعني متعهد يعني وسيط يوصل هذه ويأخذ نسبته. نعم. وبإمكان الناس أن يأخذوا، يعني القادرين بإمكانهم يشتروا بأسعار مناسبة، والفقراء تصلهم هذه السلع مجانا، ويستطيع اليمنيون أن يكتفوا بالاحتياجات الأساسية لسنة كاملة. هناك إهدار كامل للمبالغ، يعني الأمم المتحدة تصرف أنا أعتقد 3/4 هذه المبالغ لخبرائها ولمكاتبها المنتشرة عبر العالم وللمستشارين وللبرامج الإعلامية وإلى آخره. وفي نفس الوقت يعني دخلنا في تجارة هناك حالة من حالات العبث باحتياجات الناس. فالمبالغ التي تقدمها الحكومات للأسف عن طريق الوكالة الدولية لا تصل إلى الشعوب المحتاجة كما ينبغي وبالقدر الذي يريده أو تريده هذه الشعوب. في منظمات إغاثية أكثر مصداقية، منها مثلا مركز الملك سلمان. مركز الملك سلمان هو أكثر جهة اليوم تقوم بعملية إغاثة على مستوى البلاد. إذا كان أستاذ ياسين، يعني في كثير من التقارير، يعني السعودية هي من تقدم للأمم المتحدة مبالغ طائلة في جانب المساعدة المالية، يعني أليس الأولى أيضا هي أن تتجه هي إلى مركزها لدوافع سياسية أحيانا؟ هي طبعا المملكة العربية السعودية أحد الممولين الكبار للأمم المتحدة، وهذا جزء من التزامها السنوي تجاه الأمم المتحدة. لكن هناك أيضا مبالغ طائلة يعني الآن يتم صرفها عبر، فلو تجمعت هذه المبالغ عبر صناديق أو عبر وكالة إغاثة كمركز الملك سلمان ربما كانت أكثر مصداقية في إيصال المساعدات. الأمم المتحدة تتحدث كثيرا ثم أن الحصص الغذائية التي تحدث عنها الأمم المتحدة ربما القيمة المضافة التي تضاف إلى السلع، التغليف ما التغليف، هذا تستهلك أجزاء كبيرة. الشعب اليمني معروف يعني ببساطة وطريقة استهلاكه، يريد كيس قمح، كيس دقيق، كيس رز، سكر وقلن زيت، شوية فاصوليا. أيوة، تتوفر احتياجاته ويعيش بكرامة. هذا الأمر لا يتم في العادة، يتم توزيع حصص غذائية ربما القيمة المضافة اللي تمثل في التغليف وفي التوزيع وطريقة التوزيع إلى ما هنالك تستنزف يعني جزء كبير من المبالغ. الجزء الأكبر من المبالغ هذه التي تصرف على يعني تدخل في بند الخدمات الإدارية واللوجستية بالنسبة للوكالة الدولية. فمعظم هذه المبالغ للأسف الشديد تؤخذ وتنهب باسم الفقراء والمساكين والجوعة في مناطق الصراع، لكنها في حقيقة الأمر تذهب إلى غير مصارفها الشرعية. طيب لو عدنا لزيارة الزيارة الأممية أستاذ ياسين، يعني هل يمكن أن نربط بين هذه الزيارة في اللحظة الراهنة وطبيعة التوجهات أيضا الدولية، خاصة بعد القرار الأخير 2342 إذا القضية اليمنية من لجنة العقوبات إلى القرار الأممي الأخير، هل يمكن أن يعني يكون هناك ربط؟ بالتأكيد هناك ربط، ابتداء من القرار، زيارة أوبراين، زيارة وزير الخارجية السعودي إلى بغداد، كل هذه المؤشرات ومحطات تدل على أن هناك تحولا خطيرا ومهما حدث في المنطقة. كلمة السر طبعا تبدأ من واشنطن. التحول في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة هي التي تقف وراء كل هذه التحولات. المهادنة الأمريكية مع إيران والتفويض الأمريكي في عهد الإدارة الأمريكية السابقة لإيران هو الذي خلف كل هذا العبث والفوضى والإحباط في المنطقة، هو الذي أعاق حل القضية اليمنية وفق المسار الصحيح وتأسيسا على المرجعية الأساسية. فالإدارة الأمريكية الجديدة يبدو أنها أظهرت
يعني موقفا مغايرا ومؤشراته أصبحت واضحة. إيران اليوم وضعت في خط المواجهة كعدو أول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الأمنية الأمريكية. كل هذا انعكس بدوره على مواقف الأمم المتحدة، على مواقف الدول الإقليمية، على مواقف الدول واللاعبين الكبار بالنسبة للملف اليمني. فكما صدر القرار، قرار مجلس الأمن 2342 بهذا الصمت دون أن يثير الكثير من الجدل أو النقاش، تأكيده على ضرورة تنفيذ عملية الانتقال السياسي استنادا إلى المرجعيات، تأكيده وتشديده على مسألة استمرار فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة، هذا كل ذلك يعني يشير إلى أن الأمم المتحدة بدأت الآن تسلك الطريق الصحيح. هذا القرار لا شك طبعا أنه حيد تماما خطة الأمم المتحدة التي حاول جون كيري تسويقها، والتي كادت أن تطيح بالحكومة الشرعية وتنصب الإنقلابيين بدلا منها. هناك تغير جذري في حقيقة الأمر، لهذا أنا أعتقد أن زيارة أوبراين إلى عدن اليوم هي تأتي في سياق هذه التحولات، لكن عدم استثمار زيارة أوبراين بتكون كارثة في حقيقة الأمر. هل يمكن إذن ربط مجمل هذه الأحداث مع ما يحدث في الميدان لصالح الشرعية؟ بالتأكيد ما يحدث في الميدان هو لصالح الشرعية. أعتقد أن التحالف العربي المساند الأكبر من الجانب العسكري للسلطة الشرعية بات متحرراً أكبر من الضغوطات الدولية. في السابق كانت بريطانيا قد ألمحت إلى إمكانية تقديم مشروع قرار يقضي بوقف العملية القتالية، وهذا القرار كان إذا ما صدر عن مجلس الأمن سيكون موقف التحالف ضعيف جدا في اليمن. لكن القرار الأخير الذي صدر أعتقد أنه فوض تلقائيا العملية العسكرية لإنجاز ما يمكن إنجازه من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، خصوصا وأن هذا القرار صدر تحت الفصل السابع، كما صدر القرار الذي قبله 2016 تحت الفصل السابع. والفصل السابع يعني استخدام القوة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية. إذن هناك الضغط اليوم تخفف، العملية العسكرية تمشي بوتيرة عالية، انتقال الجيش وبمساندة التحالف إلى ما وراء المخاء وصولا إلى أول مناطق محافظة الحديدة يدل على أن المعركة ستستمر إلى أن تصل إلى الحديدة. إذن المسار العسكري مستمر إلى أن يتحقق اختراق ربما مهم جدا على الصعيد السياسي يمكن أن يكون بديل للتحركات العسكرية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.